Welcome my lovely students. Nice to be with you again. النهاردة بإذن الله إن شاء الله we will talk about unit 4 lesson 1. النهاردة إن شاء الله هنبتدي عن unit 4 lesson 1. unit 4 دي كلها بتتكلم عن حاجة اسمها الاستاتستكس. الاستاتستكس ده فرع من فروع الماثيماتكس مهم جدا جدا. دروس الاستاتستكس سهلة جدا بنركز فيها نلاقيها بسيطة قوي. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الكايندس اوف داتا. درس بسيط جدا والمعلومات اللي فيه جميلة وسهلة وسهل إن احنا نعرفها. يلا نبتدي مع بعض ونشوف الدرس بيتكلم عن ايه. Unit 4 talks about statistics. What is statistics? الاستاتستكس بالعربي يعني الإحصاء. Unit 4 بتهتم بحاجة جديدة اسمها الإحصاء. فرع جديد من فروع الماثيماتكس اسمه الإحصاء. Lesson 1 بيتكلم عن الكاينتس اوف statistics data. دايما الاستاتستكس دي بتتبني على الداتا. البيانات او المعلومات. كل علم الاستاتستكس ده مبني على الداتا. طبعا الاستاتستكس دي حاجه مهمه جدا في حياتنا زي ما هنشوف دلوقتي. يلا let's begin lesson 1. In our daily life we sometimes need to supply some applications. ساعات بنحتاج ان احنا نملى applications معينه. لو انا رايح مكان شغل معين، رايح مثلا اقدم على شغل، رايح اشوف وظيفه، بيبتدي يجي لي application كده بكتب فيها اسمي، بيانات عني، سني قد ايه، انا يعني الجندر بتاعي اذا كان ولد او بنت، لان بيتكتب مثلا العنوان، كتب رقم التليفون، دي اسمها داتا. فالاستاتستكس بتهتم بالداتا قوي. رايح فندق بيبتدي فيه ايه ابلكيشنز كده بملاء، انا عندي كام سنه، ولان بناء على الداتا دي المكان ممكن يقرر معايا حاجات كتير قوي. طيب نشوف كده اكسرسايز لابلكيشن. بيقول لي هنا النيم، اكتب اسمك، بنكتب اسمنا، تؤى، رضوى، ندى، احمد، علي، اني نيم، خوفو، خفرع، ايا كان اسمك يعني. الايدج بتاعك بتبتدي تكتب الايدج بتاعك 20 12 50 90 100 4، يعني على حسب ما يكون الايدج بتاعك بتبتدي تكتب. البلاد تايب فصيلة دمك. في بعض الاماكن بتهتم انها تعرف البلاد تايب بتاعتك، او بعض الابلكيشنز بتهتم انها تعرف البلاد تايب بتاعتك. طبعا احنا عارفين ان البلاد تايب اربعه، A او B او AB او O، فبنكتب البلاد تايب. الادرس بتاعنا في الجيزه، في الهرم، في بورسعيد، فبنكتب الادرس بتاعنا زي ما يكون، في كايرو. طيب نلاحظ هنا حاجه، ان الداتا بتاعتنا ممكن تكون ووردز وممكن تكون نمبرز. يعني الفون نمبر، لا هنا هي هتبقى الاجابه بتاعتنا طبعا هتبقى هيبقى نمبر 0122 مثلا 3635 اند سو اون، يعني زي ما يكون الفون نمبر بتاعنا. الجندر، نوعك ميل او فيميل، ولد او بنت طبعا. الويت بتاعك، وزنك قد ايه، 70 كيلوغرام 60 50 40. الهايت بتاعك 100 سنتيمتر 80 سنتيمتر، ايا كان. ملاحظين هنا الداتا دي نمبرز. الهوبز بتاعك، الهوايات بتاعتك ايه، بلاينج ميوزك، ريدنج اند سو اون. الايميل بتاعك طبعا، دي كلها زي ما احنا شايفين كده اكزامبلز على داتا. كل حياتنا داتا تعتبر. طيب جم علماء الماثيماتكس ابتدوا يقسموا الداتا دي. From the last example we can deduce that the statistics data are two kinds. الداتا نوعين. The first descriptive. Second quantitative. Descriptive يعني الداتا بتاعتنا وصفية، الإجابة فيها بتبقى بكلام words. Quantitative يعني data الإجابة فيها بتبقى numerical. أهو they are data written in the form of description like what. اما الكوانتيتيف بتبقى they are written in the form of number. زي ايه مثلا الديسكريبتيف داتا دي؟ like the name. انت لما بتيجي تجاوب بقول لك واتس يور نيم، ما بتقوليش 17، بتقول لي النيم بتاعي مثلا علي، احمد، تؤى، ندى، رضوى. طيب البلاد تايب بتاعك فصيله دمك، ما بقولكش فصيله دمك ايه، تقول لي 9، بتقول لي A او B. الادرس بتاعك جيزه، بورسعيد، كايرو، ما بتقوليش مثلا، ما بقولكش الادرس بتاعك، بتقول لي 100 ولا 25.
طيب الايج الكوانتيتيف, تعالوا ناخد اكسرسايزز كده او اكزامبل على الكوانتيتيف داتا. الايج اما باجي الايج بقول لك الايج بتاعك مش بتجاوبني بتقول لي words, لا بتقول لي 15 12 20. الهايت بتاعك بتجاوبني بنمبر, الويت بتاعك بتجاوبني بنمبر, الفون نمبر بيبقى بنمبر. يبقى الحاجات الداتا اللي يكون الاجابه فيها بنمبر نقول عليها كوانتيتيف, اللي الاجابه فيها تكون بوردز دي بنقول عليها ديسكريبتيف داتا. يبقى لازم نبقى فاهمين التايبس اوف ذات. اكسرسايز نمبر 1 كومبليت. ذا كايندز اوف داتا of statistic of static data. Sorry, the kindness. This is the kindness of data. Or لسه قايلين ان kindness of data هتكون ايه, quantitative and descriptive. Number two, the favorite subject is مادتك المفضلة. هل دي هتكون quantitative data ولا descriptive data؟ طبعا descriptive data, لان انا الفيفوريت سبجكت بتاعي مثلا الانجليش, واحد تاني الفيفوريت سبجكت بتاعته الارابيك, واحد تالت الفيفوريت سبجكت بتاعته الماث. فعلشان كده الاجابه هنا كانت بورد, فبالتالي تبقى تبع descriptive data not quantitative data. The weight is, we consider the weight. الويت نقدر نعتبره ايه, descriptive ولا quantitative؟ طبعا هنعتبره quantitative, لان الويت ده لما باجي اجاوب بجاوب بنمبر 60 70 80, فبالتالي هو تبع الquantitative data. The temperature degree is ايه, طبعا هتبقى quantitative data. ليه quantitative؟ لان الاجابة درجة الحرارة 30 لو كنا في الصيف مثلا, 10 لو كنا في الشتاء, فالاجابة ايه 15 او 20, الاجابة number. So the answer is number, so it follows the quantitative data. Number 5, the address is descriptive data. واحد يقول لي ازاي لما انا ساكن مثلا number 10 مثلا حلمي مثلا street, يبقى ازاي ما فيها 10 اهو فيها words؟ لا, بس كلها على بعضها تعتبر descriptive data not quantitative. الquantitative بتبقى الإجابة فيها number only, اقول 10 بس واسكت, لكن الادرس في وصف, بقول انا ساكن في 10 شارع كذا في منطقه كذا, فطبعا فيها وصف. اللينس بيعتبر ايه, بيعتبر كوانتيتيف داتا, لان اللينس طبعا اكسرسايز نمبر 6 اللينس يعتبر ايه نمبر. طيب ليتس تيك انذر وان ريمارك. في عندنا هنا ريمارك لازم ناخد بالنا منها, حاجه اسمها الداتا بيز is a set of descriptive data and quantitative data belong to some person. لو انا عندي شويه اشخاص, مجموعه من الناس يعني, وابتديت اجمع البيانات بتاعتهم, البيانات بتاعتهم دي احنا بنسميها database, يعني قاعده بيانات. وطبعا الداتابيز بيبقى فيها نوعين, descriptive data والquantitative data. Now homework, read the data on the box of milk then classify data on it into descriptive data and quantitative data. انا عايزك انت برضو النهارده تعمل الاكسرسايز ده. جيب كده علبه ملك كده او علبه جوس يعني او جوس كان تكون عندك في البيت, وابتدي اقرا الداتا اللي عليها وطلع لي الديسكريبتيف داتا والكوانتيتيف داتا. ديسكريبتيف داتا مثلا النيم اوف البرودكت, اسم المنتج بتاعنا. كوانتيتيف داتا مثلا الديت of production, تاريخ الانتاج, والديت اوف يعني نشوف تاريخ الانتاج بتاع المنتج بتاعنا ايه, تاريخ الانتهاء الصلاحيه بتاعته ايه, and so on. exercise number 2, the opposite figure show a model sheet to one of personal cards of people in a school. Look at well and then extract from it descriptive data and the quantitative data. Write your own personal data on this sheet. تعالوا نشوف كده. ده طبعا sheet كده, personal card, كارت كده يخص كل واحد بيكتب فيه الداتا بتاعته. ال school name بتاعتك دي طبعا descriptive data. ال grade بتاعتك grade 5 grade 6 grade 4
ده طبعا هيبقى quantitative data لان الاجابة طالعة بنمبر. كلاس بتاعك 4A 5B 6A ده هيبقى ايه descriptive data بالرغم ان الاجابة فيها 5 بس 5A الكلاس بتاعك ايه. school year طبعا school year بتاعتنا مثلا 2018 طبعا quantitative data. البيرثداي بتاعك مثلا 29 اوغست 2009 ده سنه الميلاد فده طبعا تعتبر كوانتيتيف داتا. بلاد تايب البلاد تايب بتاعك مثلا بي ده يعتبر ديسكريبتيف داتا. تليفون هاوس 0111 1111 ده سوري التليفون هاوس بتاعك ممكن يكون ايه 111 1 4 4 4 فيبقى ده ايه quantitative data. الموبايل 0 1 2 3 6 مثلا 3 5 and a بلا 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 any another number this is a quantitative data. طبعا زي ما احنا شايفين هنا الموديل اللي قدامي ده في بعض الداتا على شكل descriptive data. ايه descriptive data في زي ده في school name except for exercise school name ال school ال plot type في quantitative data like the grade like the school year like the birthday okay and like the house telephone house telephone mobile. Let's take another exercise. In the following is a model free database to the members are participating in a sport club. طبعا ده هنا نحاول نعمله مثلا the name بنكتب اسمنا والage بتاعنا date of participating اشتركنا امتى الفيفوريت جيم الجيم اللي انت بتحبها ايه البلاد سبيشيز والthe address والتليفون نمبر. طبعا هنا شايفين ان في quantitative data وفي descriptive data. الname مثلا descriptive data الage quantitative data الداتا الديت اوف بارتيسيبيتنج تاريخ الاشتراك ده كوانتيتيف داتا. فيفوريت جيم مثلا فوتبول ده ديسكريبتيف داتا. بلاد سبيشيز فصيله الدم اي بي سي سوري اي بي اي مثلا اور بي اور او يبقى ده ديسكريبتيف داتا. ذا ادريس ده طبعا ديسكريبتيف داتا. التليفون نمبر كوانتيتيف داتا. Determine which column represents the descriptive data. One of them represents quantitative data. Consider yourself one of the member of this club and register your name from today to complete a the data. We have finished lesson 1 in unit 4. بكده نبقى خلصنا lesson 1 في unit 4. طبعا اللي فاتوا الدرس من الدروس اللي فاتت بيدخل على قناة سكولا ويجيب قائمة التشغيل وهيقدر يجيب اي درس من الدروس اللي فاتت يراجعه. في درس انت حاسس ان انت نسيته برضو يعني اضغط على قائمة التشغيل وابتدي تجيب الدرس ده وراجعه تاني كويس قوي.